كاف 24 تقول لكم الحدث بالصوت والصورة. بدا به الناس ديالهم مقسومين على ثلاثة، كاين 9 ولا 10 في واحد الجهة، كاين جوج الناس بقاو معنا، رئيس فريق في الصباح هو كيعمل معنا بيان، جينا في العشية جبرناه مشى بحالو من القاعة. إذا هذه عدم إحساس بالمسؤولية، هنا كيبان لك على أن هناك مصلحية تحاك. فريق الأحرار هو الوحيد اللي التزم 13 ديال الأعضاء، واحدة اللي غابت يماها توفات رحمها الله. الحاجة اللي الإنسان كيشمأز لها هو أن حزب ديال الاستقلال في الأغلبية وثلاثة الناس كيصوتوا قدامي، كاين جوج النواب ديال العمدة كيصوتوا ضد العمدة، كيصوتوا ضد اللائحة اللي قدم العمدة اللي كانت واجد فيها أنا. فشنو غنسميو هذا العبث؟ شنو غنسميو هذا الاتصال؟ أبطال مسرحية خصنا نشوفوا بعد دابا، خصو العمدة والمكونات ديال الأغلبية خصهم يفتحوا، الأحزاب ديال الأغلبية خصهم يفتحوا باب التحقيق في هذا الشيء هذا، ويشوفوا يوضعوا النقط على الحروف، لأن ما رضاوش أننا نتعرض نشاركوا في مسرحيات ممنهجة اللي كيقتلوا فيها الديمقراطيه وكيضحكوا فيها، ماشي غير على المنتخب، كيعطيو اولا كيعطيو واحد الصوره سيئه على المنتخبين. كاين اتهامات لاعضاء الاحرار انهم شاركوا في هادشي. اعضاء ديال الاحرار 13 ديال الناس كانوا حاضرين في القاعه وكانوا كيصوتوا، اذا اتهامات باش ما تبقاش تسيب عليا الفشل ديالك. راه نشوفوا اللوائح ديال الحضور وغنشوفوا شكون هو الحزب اللي كان حاضر اليوم، هو حزب الاحرار 13 الناس، السيده واحده اللي غايبه هي اللي السيده يماها توفات البارح ولا البارح. دونك كاين الفريق البام اللي هو كيشكل أغلبية واللي عنده عمدة من دينا في 5 الناس، استقلال مقسوم على جوج، اتحاد الدستوري هانتوما شنو وقع؟ جوج الناس كيسنيو في البيان قال لك عندهم 6 في البلديج كنا كنحسبوا يعني مع المنسقين الجاوية، إذا به في الآخر كنجبروا راسنا قدام واحد كيصوت عبد العظيم الطويل. واش هاد الشيء غادي شنو مصدر الأغلبية وصراحة أنا ماشي في يدي ديك الشيء، لأن هاد الشيء غنرفعوا تقرير طبعا المنسقين المسؤولين ديال الحزب، لأن هنا عندنا حزب عنده مؤسسات وعنده مسؤولين غنعطيهم هاد الشيء. شفنا مفوضين قضائيين في القاعة طبعا طبعا، لأن علاش جبنا هاد الشيء؟ لأن كان واحد مجموعة ديال اللغط قبل الدورة كانوا كيقولوا بعض الأعضاء ما يحضروش، بعض حنايا عملنا اجتماع البارح مع المنسق الإقليمي بحضور الأغلبية ديالنا ديال الحزب، السيد المنسق الاقليمي ولا الجهوي عطاو توجيهات على ان الحضور ضروري ومؤكد، فالحضور اليوم هاد الاحرار تبشوا 13 الناس منضبطين كانوا غايه الانضباط، كنتفاجئوا وكنتاسفوا على الطريقه اللي مرت بها الديمقراطيه. ما عندي حتى شي حاجه مع السي محمد الشرقاوي، هنيئا له، كنتمناو له التوفيق، كنتمناو له يكون قيمه مضافه للمجلس، اننا نحن لا ننهتوا على المناصب، لان اولا اللي فرض عليا انا ما طلبتش باش نترشح لنائب العمده، كنعمل رئيس لجنه وانا مرتاح، كنعمل واحد في اطار واحد المهام ديالي، ولكن المؤسسه ديال الحزب ما ان في اطار التوافق ديال الاغلبيه عطاونا الاحرار يعطيو مرشح، فالحزب ديالي قدمني، ما يمكنليش نقول لا، ما كنرجعش للور، ولكن ما يمكنليش نسكت على المهزله، وما يمكنليش اليوم نجي ونسكت على واحد مجموعه الناس كتامر عليا. كاين جوج ديال النواب العمده في المكتب كيصوتوا ضدي، كاين ثلاثه الناس من حزب الاستقلال، كاين 5 الغيابات ولا 6 حتى 7 ديال الحزب اللي كيقود الجماعه، اذا العمده ما قادرش يجمع اغلبيه، فكنظن وقيله اذا ظهر السبب لا داعي باش نذكروا امور